وقد أوضح الدكتور عبد الله عيد الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات ورئيس قسم العلوم الإكتوارية بجامعة البحرين في لقاء خاص ببرنامج مجتمع واعي أن علم الإكتوار يعد من التخصصات الحديثة والواعدة التي تجمع بين علم الرياضيات وعلم الإحصاء والتأمين والمالية، وهو المعني في الإطار العام بدراسة التنبؤات المالية المستقبلية وكيفية إدارة وتقليل المخاطر في المؤسسات المالية الحكومية كقطاع التقاعد إلى جانب مؤسسات الاستثمار المالية وشركات التأمين. علوم الاكتوارية هو تخصص من تخصصات الرياضيات، وهو يعنى بدراسة التنبؤات المستقبلية ورسم خطط مستقبلية سواء في عمليات الاستثمار أو عمليات التأمين بناء على المعادلات الرياضية. ويحاول علم الاكتواري هو يقلل من نسبة المخاطر ويرسم سياسات طويلة المدى لتقليل المخاطر أو الحد من المخاطر بالدرجة الكبرى. دراسة العلوم الاكتوارية هو تخصص خليط بين الرياضيات والإحصاء من جهة، وبين العلوم الإدارية والمالية والاقتصاد والمحاسبة من جهة ثانية. طبعا لما نتكلم على العلوم الاكتوارية لازم نذكر الخبير الاكتواري. الخبير الاكتواري هو الشخص المؤهل للقيام بالدراسات الاكتوارية، وهو الشخص اللي يعنى في المقام الأول بحساب نسبة احتمالية حدوث حدث معين في المستقبل بناء على معادلات رياضية، ومن خلالها يصدر توصيات ويصدر قرارات بحيث أن عمليات الاستثمار أو عمليات التأمين تتغير بناء على المعطيات أو البيانات المتوافرة عند الخبير الاكتواري في وقت الدراسة. الخبير الاكتواري طبعاً هو يكون شخص مؤهل حاصل على شهادات احترافية في العلوم الاكتوارية، هذه شهادات تمنحها جمعيات مهنية عالمية. يكون الخبير الاكتواري مكتسب هذه الشهادات، وبالمجمل مجالات عمل الخبير الاكتواري تتكون في المحافظ الاستثمارية، في عمليات التأمين سواء التأمين الصحي أو التأمين العادي، إلى جانب صناديق التقاعد.